السلام عليكم. في الدرس اليوم او نقولوا الحصه اليوم فيها كيفاش نصلحوا تيشيرت نضيقوا له هذه الجهه من الكم بالنسبه للبنات المبتدئات. فنعرفوا دابا الشباب ديال دابا ما يبغيوش هذا الكم ديال التيشيرت من هذه الجهه يكون واسع، كيبغيوه مجموع عليهم. فانا عندي واحد خاي دائما التيشيرت كيف يشريه يجيبوا لي نقصي لي لكم، فهذا مهم. هاد التيشيرت انا غادي نقصوا ليه وغنوريكم الطريقه تشوفوها معايا. فهاد التيشيرت هذا الكول والكمام فيهم البيي. نعطيكم معلومه البنات بخصوص التوب اللي كيتجبد، فافضل فينيسيون ليلو هي البيي، سواء في الكول سواء في الحاشيه ديال الكمام. كتجي الخدمه ديال البيي افضل من انكم تنيو تنيه عاديه. فخديت ليه الطول ديال الكم شحال خصو خصوها فينه، وخديت ليه العرض. وفي الخياطه ما غاديش نوصل للجناب ديال التيشيرت، لان بحال اللي تشوفوا معايا الجناب ديال التيشيرت ما فيهمش الخياطه، وايضا التيشيرت من ناحيه من جهه الجناب قدو. فانا في الخياطه ديال الكم حدي هنايا، ما غاديش نوصل ليه هنا. الطريقه ديال تطبيق ديال القياس، فغادي تحددوها في كم واحد بحال اللي كيبان لكم في الصوره. هاد القياس هذا اللي حددته في كم واحد غادي تولي تطبقي التيشيرت على يعني على اثنان بحال هكذا. غادي تجيبي الجهه ديال الكول مع بعضها، شديها بفنيته هكذا، هذه الجهه ديال الكول، وغادي تجيبي الجهه ديال الكتفين مع بعضها هكذا، وتثبتيها بفنيتات باش الكمام من هاد الجهه يكونوا متطابقين مع بعضيتهم. واضح هكذا؟ ها هما يا متطابقين هكذا، باش من بعد ملي نجيو نقطعوا الطول يجيونا هما هادوك، وفي العلامه ديال العرض كذلك يجيونا هما هادوك. دابا غادي نجيها فينه وغادي نعمل علامه هنايا، علامة تطابق هاد العلامة ديال الفوق. هاد العلامة هادي قبلت هادي، قبلت هاد الطول هذا، وهاد العلامة هادي غادي يعني كلشي كيبان لي. العلامة هادي غنحاول نخرجها في الأسفل هكذا، وطبعا الخياطة ديال الجنب راها باينة لي حيت ماشي بزاف غير شوية، ولكن واخا هاد شوية راه جايب ليه التيشيرت عريض. صافي، ها هي العلامة من تحت، ها هي مطابقة مع العلامة هادي، هي نفسها. صافي، وقلت بأنني في الخياطة ما نوصلش هافينا حدي هنا. صافي، غادي نقطع هاد المسافة هادي، غنقطعها وغادي نركب البلية ديالي. نتلاقاو بعد قليل أثناء الخياطة. تجيبو مثلث وعاد تصلو النقطتين هادي وهادي بخط، من الافضل مثلث. صافي هكذا. علاش المثلث؟ لان لاحظتوا المسطره تقدروا تجيبوا الخط مايل، فبالتالي تجيكم القصه يعني اولا يجيكم لكم، بعد ما يتلبس يجي عوج. فانا كنفضل المثلث يجي بينا زاويه قائمه. صافي، وغادي نقطعو التيشيرت من هاد المكان. الاولاني ها هو، والثاني غادي ندوزو باش نخيطوهم في الماكينه. وبلا ما نوصيكم البنات، راه قبل ما نقطعو التيشيرت راه خاص الفنات تكون وحده هنا في الكول وحده هنا، والثالثه نفس ما قلت لكم شي راه حتى من هنا خاص تكون وحيده، باش الفتحه ديال الكم او الكمين معا تكون متطابقه
وبالتالي ما يجيكمش لكم جهة أطول من جهة. فإذا كان عندكم التيشيرت بحال هذا اللي عندي أنا، الفينيسيون ديالو بالبيين، ها؟ فإذا ما كنتوش عارفين واحد تقنية بسيطة، هاد البيي هذا عمره ما غادي يرجع يركب في الكم، خا ما عرفش شنو تعملو، ما يرجعش، كيجي البيي صغر من الكم، ولو أن الثوب كيتجبد، ها نتوما ها كيتجبد. فالطريقة الحيلة اللي نقول لكم تستعملو هي أنكم أثناء الخياطة الثوب ديال الكم دفعوه شوية، ماشي بزاف حتى يجينا لي فرونس، غير شوية كدفعوه، والبيي كتجبدوها لعندكم واحد شوية، باش يلاه كتجي البيي دايرة على الفم ديالكم كامل. لاحظوا أنا راح ندفع الثوب، يعني ماشي كنجر الثوب لعندي، لا كندفعو شوية، ماشي بزاف، والبيي كنجرها لعندي. تجر يعني تا جراني جر البيي ما يجرش بزاف، غير شوية، بحال ما عارفة الثوب لي كراش شوية يعني كخصو شوية ديال هدا الخاطر باش كيتخيط لينا مزيان. ضروري البنات هاد التقنية هادي قلت دفعو الثوب ديالكم واحد شوية، والبيي تجبدو من عندكم باش يلاه يعني في هاد الإصلاح ديال هاد التيشيرت يلاه البيي كترجع لمكانها. صافي أنا قربت نكمل، دابا غادي نجيب هاد البيي هذا من الخلف هكذا وغادي نخيطو، ها هاد الملاقية ديال البيي من الجهتين غادي نخيطها. كاش الانسان عارفهم راه ما يمكنلوش يفيني القطعة نهائيا. صافي دابا صافي الخياطة ديال البيه انا كملتها. معليش البنات شي مرات كنكون كنصور ولكن التليفون كنسهى عليه كيتسللو الشارج فبالتالي كيطفالي، معليش. المهم هاد التفاصيل كلها رانا وريتها لكم شنو بقى نوري لكم غير البيي كيفاش جا بعد الخياطه. خياطته ان شاء الله تكون باينه لكم، خياطه البيي تجي مقابله مع الخياطه ديال الكم. صافي شنو بقى لينا؟ صافي نشدو الكم، يعني غادي تجيبوا هاد الخياطه ديال الكم طلعوها هكذا وطيحوا عليها هاد البيه هذا. صافي هو بالنسبه لي دابا انا راه عندي البيه مرشومه ديجا كانت مخيطه، فما غاديش يكون عندي يعني شي صعوبه في انني نحدد ديك السنتيم بالحديده الى اخره. فهاد الخياطه ملاقيه الخياطه البيه والكم نجيبها هكذا لعندي ونطيح عليها ديك السنتيم ديال البيي بحال اللي تشوفوا هكذا. غندور على الكم كامل بنفس الطريقه. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي عندهم تيشيرت بحال هذا ديالي ويبغيو يعاودوه يصلحوه فغادي تخدموا بنفس الطريقه، ها، وغادي ديروا الفنات الفنات او ديروا التنبيله. صافي كيجي في الاخر الكم بحال هكذا. غادي ندوز انا على هاد الخياطه هذه من الحاشيه من هنايا في الاخر كنحصل على هاد النتيجه هادي. صافي ها هو الكم ديالي فيني مسالي. انا غنكملو بالخياطه ونرجع. صافي انا كملت الكم بالخياطه، لصقت لهم كيما تبجوج التيشيرت لصقت لهم البيي. فهذا فيما يخص طريقه تضييق الكم اللي عنده بيي. فانا ملي قصيت الكم خليت سنتيم واحد
الخياطات البيي، لكن كاين التيشيرتات اخرى ما يكونش فيهم البيي، كتكون فيهم فقط واحد الثانيه ما بين 2 سنتيم اولا 2 سنتيم ونص، المهم على حسب الشكل ديال التيشيرت. فانت دائما كتاخدي الطول اللي خاصك وتخلي المقدار ديال الخياطه، واضح؟ نفس الشيء في الطول، فالطول ديال التيشيرت حنا كناخذوه من راس الكتف، كتاخدي الطول ديال التيشيرت اللي خاصك وتخلي المقدار ديال الخياطه. اذا بغيتي تضيق التيشيرت من الجنب راك كتعملي الفنيتات في جنب واحد، ملي كيقيس مثلا الزوجه لك ولا طفلك، ملي كيقيس لهم راك كتعملي الفنات في واحد الجنب، ومن بعد الطفل عنده الجنب الاخر، وتراسي بطباشير باش هاد الجنب اللي فيه الفنات بحال كنا عملنا في القب. البنات اللي شافوا معايا الدرس ديال القب وبحال هكذاك كنعملوا الفنات معاهم كنتراسيو طباشير، وهذيك التراساج كيخرج لنا في الجهه المقابله، وطبعا كتخيط الجانبين كيخرجوا لك يعني نفس القياس، والفائض ديال الخياطه اللي كتقصه. وما تنساوش في الخياطه ديال نيجي نضيقوا الجانب راه حنا كنطلعوا بحال هكذا على سنتيم، ها بحال هكذا على سنتيم، يعني الا بقى لنا اكثر من سنتيم راه حنا كنشقوه كنقطعوه بالمقاس، نحتفظوا فقط بسنتيم واحد. الاخت الكريمه اللي سالت على طريقه حساب دوران الرقبه، ها حيت هي بغات تعرف كل مقاس، انت مثلا المقاس ديال الاطفال ولا المقاس ديال النساء ولا المقاس ديال الرجال، بغات تعرف هادو كاملين كيفاش نحسبوا ليهم، او طرق او لا بغينا نقولوا المعادله اللي نستخرجوا بها فتحه الرقبه. فان شاء الله اختي غادي نحاول نخصص فيديو لهذا الموضوع هذا باش يعني باش نتوسعوا فيه ويكون عندنا فيه شرح مستوفي وكلش البنات يفهموا. فانا صراحه ما بغيتش نجاوبك جواب مقتضب في وسط هذا الفيديو هذا، فمن الافضل نخصص له فيديو ان شاء الله في حصه مقبله. اذا عجبكم الفيديو استفدتوا منه اشتركوا معنا في القناه ونشروا الفيديوهات باش الناس تتعلم. شكرا لكم.